بيعاني الكثير من الأطفال من فرط الحركة يلي بيتسبب بتشتت الانتباه والاندفاع في الشجار مع الأصدقاء وعدم التركيز، حيث يجد الطفل نفسه ضحية معاتبة الآخرين وهو غير قادر على التحكم بسلوكياته. اليوم لمساعدة أطفالنا على تخطي هالمرحلة، من الممكن أنه يبقى الطفل شقي لكن بدون التأثير على التحصيل العلمي، وهذا الشيء عبر البراين جيم أو الرياضة الذهنية يلي أسسها المختص في مجال التربية الحسية والحركية بولدنسون بعام 1911، وهي باتت طريقة علاجية للاضطرابات السلوكية والانفعالية ويلي بتؤدي إلى سوء التعلم. البراين جيم بيعتمد على أربع حركات أساسية، وهي التحكم في التناسق الحسي والحركي من أجل التنظيم التناظري لحركات كل جانب كالتآزر بين العينين واليدين، بالإضافة للتمارين التقوية ووضعيات التعمق ومجالات أوسع. لكن كيف ممكن نطبق البراين جيم مع أطفالنا ومتى نلجأ إلى ذلك؟ نعرف الجواب مع ضيفتنا بصباحنا غير.